الكرام، السلام عليكم، معكم الشيف عبد الباسط البخاري. كنتمنى ان شاء الله كل شيء يكون مزيان وبصحه جيده وكل ما كتمنوا ان شاء الله. الحلقه ديال اليوم ان شاء الله غادي نخصوها للصابلي ديال جيب الحلواني، يعني الصابلي ديال لابوش. غادي نشوفوا الطريقه ديالو كيفاش غادي نعملوا له. هنا ان شاء الله كما كتلاحظوا هنا الزبده خصها تكون يعني ديال الاكل، ولا تكون رطبه كتكون ميدمة زايده لدام. هنا كما كتلاحظوا هنا عندي ديال هاد الزبده هذه، هنايا ديال العبار، هي هنا كتكون علاش كتكون رطبه بزاف. وهنا ان شاء الله كما كتلاحظوا عندي هنايا 500 غرام ديال الزبده ونص سيترو ديال الزيت 500 مليلتر، هنايا 5 ديال البيضات، هنايا واحد ملعقه كبيره ديال الفاني 20 غرام، وهنايا كيلو ونص ديال الدقيق، هنا كيلو و500 غرام ديال الدقيق. غادي نشوفوا الطريقه. وهنايا هاد الدويات هادو يمكن لكم تعملوا بهاد الدوي يعني الصغير ديال 8 او هذا ديال 12 او ديال 10، المهم كيف ما بغيتوا، ولا تعملوه بسامبل. وهنا ان شاء الله غادي نعملو بديال ديال 10، عفوا ديال 12، وغادي نشوفو الطريقه ديالو ان شاء الله. دابا غادي نمشيو نعجنو نشوفو طريقه العجينه. وهنا نمشيو للبول ديريكت ولا الباسينه، غادي نعملو الدقيق هو الاول. عفوا نسيت السكر، غادي نعملو السكر، غادي نعمل 500 غرام ديال السكر. هنا كما كتلاحظوا 500 غرام ديال السكر الرطب، سكر كلاص. هنا غادي نعملو هاد الفاني، وهنا غادي نعملو هاد الزبده، وهنا من بعد ما ركبت هاد البالي هذا ان شاء الله غادي نعملو امارش، نعملو بروميير ونخليوه يتخلط مزيان، يتخلط مزيان ويولي معاكم، لحقاش غادي تقريبا شي جوج دقائق ولا ثلاثة، ما كاين علاش تزيد هاد. وهنا كما كتلاحظوا ها هي الجمعات، دابا غادي نعمل شوية ديال المذاق ديال السيترون وملون. هنا غادي نعمل معها الزيت، غادي نعمل هاد البيض 5 ان شاء الله. كما كتلاحظوا بارك عليها هي رطبه مزيان. دابا ان شاء الله غادي نمشيو ديريكت ندريسيوها بلا بوش. وهنا دابا ان شاء الله غادي نبداو كما كتلاحظوها هي معجونه مزيان، يعني شوفوا العجينه ديالها يعني ميدمه مزيان، كتطلع يعني في الاخر ديالها كتطلع رائعه بزاف في الاكل ديالها. دابا نشوفو واحد جيب الحلواني، هذا هو جيب الحلواني، يعني ساهل في التمر ديالو ماشي شي حاجه. نشدوها خا بحال هكا
غادي ناخذو العجين كما كتلاحظوا، يكون جيب الحلواني يكون ماشي من هذاك اللي كيبقى كيخرج الزيت من الجناب. هذا كانتم تخدموا به كما بغيتوا، شفتوا؟ دابا ان شاء الله غادي نعمل نقرب لكم باش تشوفوا. نعملو بالطريقة يعني هذا بتي فور ديال الصابون. دابا لاحظتوا الطريقه ديال الخدمه كما كتلاحظوا، يعني صافي هنا غادي نخليو الكسميتو الطريقه، غادي نسالي ان شاء الله هادشي كذا كامل ونولي معكم. دابا شفتوا كيفاش، وان شاء الله ملي غادي نجيو نطرحو غادي نقول لكم على ايش غنطرحو. هنا دابا ان شاء الله غادي نطيبوه في 175 ولا 170، يعني بحال المهم تردو مع البال وما خصوش يتحمر بزاف. يعني كتشوفوا بدا دوك الشنيتيفات هاد السنان هادو، يعني بحال كيبغيو يتحمروا شي شويه، يعني الناس المبتدئين اللي ما كيعرفوش ما كيكونش عندهم الطياب مدقق. وهنا ان شاء الله دابا كما كتلاحظوا انتما، دابا ملي غادي نمشيو نطيبوا ملي غادي نطيبوا ان شاء الله غادي نولي معكم ونشوفوا. انتما كما كتلاحظوا هل الكوكياج ديالنا واجد كما وعدتكم من الاول، هانتوما كيجي رائع وكيجي فتي بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوه وغادي يعجبكم بزاف، يعني العجينه ديال الصابلي. دابا هنا غادي نجيبوا المربى ان شاء الله باش غادي نلصقوه، ودابا ان شاء الله غادي نشوفوا العمليه ديال اللصق. هانتوما بحال هكا نشوف الكمبيوتر على كم، نشوفوها مزيان. وهنا ان شاء الله غادي نستمر على هذه العمليه هذه ونولي معكم باش ما يطوالش الفيديو بزاف، اللي هو مهم يعني راه عرفناه بحال هكا. غادي نمشي مع تنسالي ونولي معكم ان شاء الله. وهنا نسيت ما قلت لكمش، هنايا هذه المربى، ولا بغيتو تعملو تخلطوه مع الناباج ولا مع العسل ماشي مشكل. هنايا وهذا البيان، يعني كاوكاو فول سوداني محمر ومهرمش. هانتوما وانتم كما كتلاحظوا هل الكوكياج ديالنا وجد، يعني كيطلع رائع بزاف لا في المنظر ولا في الماكله ولا في اي حاجه. كنتمنى ان شاء الله تجربوه وما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم والبارتاج مع الاصدقاء، واللي ما مشتركش يشترك ويضغط على الجرس باش يوصل ليه الجديد ان شاء الله.
وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.